واعرفني مقطوعي وما موصول واتى في مصحف الإمام فيما قد أتى فهامي مقطوع موصول دانتا يا مصحف عثماني أجر بنر ابتداء وقف فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا أدى سكون ما قطعنا أندغن لا ألا ملجأ ألا إله إلا وتعبد ياسين ثاني ودلا يشركنا تشرك يا دخلا تعلو على دي سورة ياسين دان هدى ألا تعبدوا مقطع جوبا سورة دخان ألا تعلو سورة حج ألا تشرك دي في سكن جوبا سورة القلم ألا يدخلا ديتولس مقطوع ألا يشركنا بالله آية دوا بلا سورة ممتحنا ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح حصيل وعما الأعرف ألا يقول ألا أقول إني لا سأقول سلاين يا موصول لا فاق إن دغن ما دي سورة الرعد إما نورينك دي تولس مقبوع موصول أم دغن ما دي ساو وتنبت شنطه أم ماذا كنتم أم اشتملت نوه قطع مما بغوم والنساء خلف المنافقين أم من أساسا لا فاق عند المعنى عما نهوا عنه بعد سورة الأعراف دي تولس مقطوع جوجا من دمى دي سورة نساء دن روم يا إيتو مما
خلقناكم بعد سورة منافقون سوده معلوم مقطوع أم دمن مندي سورة التوبة أم من أسس دنيا تَرْسَبُتْ دي باوى فصيلات النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسرى إنما سورة فصيلت أم من يأتي أمينا سورة نساء من يكون حفلكا سورة صفت أم من خلقنا إتولا مقطوعنا أم من دي قرآن رنتي سودا مقطوعنا حيث دمن ما بعد سورة بقرة حيث ما كنتم جبليحة تربيسه ستياب أندمن لم جزم contohnya kalimat ayah sabu alam al-an'am wal-maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahli wa qa'a surah الأنعام إنما توعدون بنو لسان ما تربيسا داري إنا أنا دمن ما سورة حجدا لقما يعني أن ما يدعونا دي بسكن اختلاف إنما عند الله النحل دن اختلاف أنما غنمتم أنفل وكلما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف سورة إبراهيم كل ما سألتموه ditulis maqtu' perhatikan olehmu empat kullama ikhtilaf dalam Quran di bawah ini semua disebutkan النساء كلما ردوها رسئت بعد سورة أعراف كلها
اشتراه في مقطاعا أوحي أفوتم اشتهت يبلو معا الأعرف بئس ما خلفتم موصول بقرا بئس ما اشتروا جوجا موصول توجوه تنبت بئس دمان ما يمقطوع لما ديما إذا لبئس ما كانوا يندوا أدادي سورة آل عمران يعني فبئس ما يشتهون غنم كان مقطوعنيا في دن ما دي سبل استنبت الأنعم فيما أوحي ماري ليحات دي دالم سورة النور فيما أفضتم الأنبياء فيما اشتهت أنفسهم فيما آتاكم الأنعام دمائدة فيما لا تعلمون سورة وقيعة ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغير ذي صلا البقرة فيما فعلنا لحتلا آية دو أنبات قصام جمن سالا دلم سورة الروم فيما رزقناكم سورة الزمر فيما كانوا فيما هم الشعراء فيما هاهونا آمينين ينسى لين دارين يا موصول يم يقين فأين ما في النحل صيل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف دوا تنبت ما وصل أين دغن ما بقرة أين ما تولوا فثم دن أين ما يوجه سورة النحل تيجا تنبت يم اختلاف مستي حفل يعني سورة أحزاب أينما ثقيفوا دن سورة النساء أينما تكونوا دي سورة الشعراء أينما كنتم إيمت لن سموا ينتلى ديرانكم واصل فإن لم هدى أن لن نجعل
نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على موصول إن دن لم ترتلس dengan jelas فإن لم يستجيبوا بود 14 di surah Al-Kahfi mausul an dengan lan allan naj'ala ayat 48 al-qiyamah an dengan lan ayat 3 la fau allan najma'a mausulkan juga ada empat kaidangan la dimausulkan yakni li kaila tahzanu Ali Imran surah Hadid likai la ta'asau alama lalu surah Al-Hajj likai la ya'lama ahzab likai la yakuna lima puluh bukan pada ayat 37 hajju alaika haraju wa qata'hum amman yasha'u man tawalla yawmahum maqtu'nya andan man pada من يشاء سورة النور آيات 43 dan سورة النجم عمن تولى عن دو tempat itu مقطوع عن dengan من وما لهذا والذين هؤلاء تاحين في الإمام سلوى وهلا مقطوعنا يوم دانهم دوا تمبتنا يوم هم بارزون غافر سورتنا سورة ذاريات يوم هم على النار دي مصحف ترتليس مقطوع بلا جاري لم جار مقطوع دي أمبت تمبت بربيدا دي سورة كفي دان فرقان ما لهذا معارج فما للذين تبتنا نساء فما لهؤلاء كأمباتنا موصول ولا تحين دي مصحف عثمان رواية حفص تربيليه دي بيساكان seperti di mushaf Syami dan Hijazi juga yang tercantum di mushaf Iraqi tertulis
المقطوع ولا تحين منص yang terpilih di dalam riwayat hafaz awazanuhum wa kanuhum sili kaza min alwaha wa ya la tafsili wa salkan wazanuhum dan kanuhum jangan waqaf kanu ibtida padahum al ta'rif hatan bih yani tak sambungkan mausul dengan huruf yang ada di depan baik pembacaan ataupun tulisan misal alhamdulillah perhatikan ya